بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. أمسية في النظيم للشاعرين محمد بن عبد الرحمن المقرن وطالب بن عبد الله آل طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام عليكم، لو رفع إلى السماء لجعلها قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لجعلها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحر الأجاج لجعله عذبا فراتا سلسبيلا. هذه الليلة نحن مع سلاح من أسلحة الأمة، ومع ذاك البديع الذي ينتقد الخطأ ويشيد بالفضائل ويحذر من الرذائل، مع حديث الشعور، مع مهذب السلوك وممتع المشاعر وناشر السرور في نفوس الناس. نحن اليوم مع الشعر، مقوم اللسان ومربي الملكات والمواهب، مع فيض العواطف ونبض المشاعر وهمس الخواطر. الشعر دمعة البائس وأنة الموجع وآهة العاثر، وما دام الشعر كذلك فهو من العقول وإلى العقول. نعم، فالشعر عقل صاحبه يعرضه على الناس، الشعر تبعثه العواطف والعواطف لن تغل، الشعر نبض مشاعر خلجاتها تحكي الشغل، الشعر همس خواطر تغزو المسامع والمقل، والشعر دمعة بائس ضاقت به كل السبل، والشعر أنة موجع قعدت به سود العلل، والشعر آهة عاثر غمرت تعاسة بالأمل. الشعر للعقل الحصيف إذا استنار إذا اعتدل، فاصدح برأيك يا بطل فوق الوهاد أو القلل، واربأ بنفسك أن تذل وإذا اعتدلت فلا تسل. أيها الإخوة الحضور، لا تعرف الآداب العالمية أدبا يطفح بعوامل العزة ويفيض بحوافز الكرامة والتضحية كالأدب الإسلامي، ولا عجب، فإن الأدب الإسلامي أدب لم ينبت في مجاري الأنهار الخاملة، ولم ينشأ على ظلال الأشجار الفاترة متراخيا متهاديا، وإنما نشأ في قلب الصحراء وهي تنصهر نارا، وإذا افتقر إلى الظل أوى إلى ظلال السيوف المتشابكة ونصال الرماح المتشاجرة، فجاء قاسيا زاخرا بمحبة الحياة والموت معا، لأنه لم يفصل بينهما ولم يجد في أحدهما عالما ينفصل عن الآخر، فهو للحياة حين تدعو دواعيها، وهو للتضحية حين ينادي مناديها. ولكن وللأسف ركب سفينة الشعر غير ربانها، وامتطى صهوة الخيل غير فرسانها، فخرجوا على الناس بكلام يسمونه شعرا، وما هو بالشعر؟ جعلوا الشعر بضاعة تباع وتشترى، أو نقودا تدفع للحصول على مكسب أو غنيمة بغض النظر عن الصدق في القول أو عدمه. وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ولكن شعراء الصحوة ولو أنهم قلة، لكن الواحد منهم بأمة من الشعراء والفرد منهم بألف.
يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد. شعراء الصحوة كالعملة النادرة كبير الهمة، لا يكلون ولا يملون، ينافحون ويهاجمون. أيها الأحبة، إن في بطون تاريخنا الإسلامي الأصيل نماذج عدة لهذه النفوس المستقيمة الصادقة التي لا تخون عقيدتها ولا تحيد عن مبادئها. وها نحن في هذه الليلة يعيد لنا التاريخ نفسه، حين كان أسلافنا من هذه الأرض المباركة يضربون آباط الإبل ويمتطون صهوات الخيول لحضور المجالس الأدبية. وفي هذه الليلة نستضيف شاعرين مبدعين شهد لهما شعرهما فكانا نجوما تتلألأ، وأرحب بهما في هذه الأبيات المتواضعة. الأنس بالبشر قد غنت حمائمه على الغصون ونادت من يؤاخيها، فأقبل الجمع حي الله مقدمكم، فليلة الشعر هذا الصحب يحييها. محمد محمد فرحة عمت مشاعرنا، قدومكم بهجة زادت مغانيها. لكم أبا سعدنا في القلب منزلة، تاريخكم مشرق نورا لماضيها. وطالب وطالب تنثني الأشعار محرجة، يا واحة الخير أسقى الله واديها. غرست غرسا فجاء اليوم موعده، فبذرة الخير حتما سوف تجنيها. حي النظيم اكتست بالورد تربته، بمقدم الشعر قد شعت مبانيها. والآن أيها الأحبة نترككم مع الأستاذ الشاعر محمد المقرن ليغوص في بحر قصائده، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فإنني أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شاكرا لكم حضوركم وإصغاءكم وإنصاتكم. كم نتشرف والله أن يصغي لنا حملة كتاب الله وطلاب حلقات تحفيظ القرآن الذين نحسبهم والله حسيبهم أنهم من أهل الله وخاصته كما ورد. أحبتي في الله، لن أعقب على ما ذكره المقدم جزاه الله خيرا، فقد ذكر عن الأدب ما يكفي، ولكنني أنبه أن هذا الدين وأهل هذا الدين نذروا في سبيل الله، كل منهم لابد أن يقدم ما يستطيعه في سبيل الله، كل ما تملكه لابد أن تسخره في سبيل الله. الأمة تعددت ثغورها، الأمة لا تؤتى من ثغر واحد، الأمة تتكالب الأعداء عليها من كل صوب، من هنا ومن هنا ومن هنا، ونحتاج في هذا الثغر وفي هذا الثغر وفي هذا الثغر
رجال، لو كان كل لو كان كل منا على ثغر واحد لتعطل الثغور ولأتينا من تلك الثغور، ولكن كل ميسر لما خلق له، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ومن ما نقدمه هذه الأبيات، هذه الأبيات كانت وما تزال سلاحا من أسلحة الإسلام. قبيلة أسلمت ببيتين قالهما شاعر من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال أبي قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف نخيرها، ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فأتت هاتين القبيلتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلن إسلامهم. لن أطيل عليكم في المقدمة، ولكنني أردت التنبيه على ذلك ليؤتى أو ليحمل كل منا سلاحه بما يستطيع. ولازلت أذكر ذلك الشاب الذي لم يبلغ الحلم، أو ربما لتوه بلغه، يأتي إلى أستاذه فيقول إنني أريد أن أخدم الإسلام. قال له بماذا؟ قال إنني أملك موهبة، أنني أملك موهبة الخط، فأريد أن أكتب عناوين المحاضرات التي تعلن. فسر ذلك المدرس لحماس ذلك الشاب الذي أدرك مسؤوليته وأدرك أنه محمل أمانة أمام الله، فأتى ليقدم أقل ما يملك، وهو تلك الموهبة التي رأى أن يسخرها في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مسخرين لأنفسنا وطاقاتنا في سبيل الله. أعتذر عن الإطالة، ولكنها كلمات في الخاطر دائما أريد أن أبوح بها. آه لو تدرون عني من أكون، لظننتم في آلاف الظنون، ولأيقنتم بأني مجرم عاش دنياه مجونا في مجون، أكتسي بيض ثياب خلفها سود أوزاري إذا لم تعرفون. آه لولا ستر ربي لبدت سوءة تحقرها كل العيون، أنا بالذنب سجين خافقي أشتكي لله أغلال السجون، أنا بالذنب أقاسي حرقة تلفح النفس بأنات الشجون، أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون. يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون، اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون. طيب هذه القصيدة ألقيتها قبل أيام، ولا بأس أن أعيدها. قصيدة عنوانها طفل وعيد. رأيت في ليالي العيد الأطفال يلهون بتلك المفرقعات والألعاب النارية، فدار في خاطري بعض الصور لأطفالنا المسلمين في الشيشان، وتخيلت طفلا شيشانيا يطل طلة على أولئك الأطفال الذين يلعبون بالألعاب النارية، ويرسل ويوجه إليهم هذه الكلمات فيقول: أقضوا مع الألعاب يوم العيد، فلقد قضيت مع المدافع عيدي، لا فرق يا أطفال فيما بيننا، لعب تطير كقاذفات حديدي، الفرق فيما بيننا أني أرى ما لم تروا
من رجة وجنودي أنا أعرف القصف الذي لم تعرف عنه وأعرف صرخة التهديد. الفرق أني لا أنام إذا سجى ليلي وقضي ليلكم برقودي عيديتي عند الصباح رصاصة وتعيدون بلعبة ونقودي. عيديتي عند الصباح رصاصة وتعيدون بلعبة ونقودي. ما ضرني ثوب علي مرقع أو لبسكم في العيد كل جديدي. قاتلت في صغري وأعظم عدتي جلد أذيب به جبال جليدي. لو مس طفلا شوكة لم يسترح آباؤكم إلا بألف ضميدي. وأنا أسير على الدماء مضرجا بدم أضمده بربط وريدي. وأنا أسير على الدماء مضرجا بدم أضمده بربط وريدي. تبكون لحظات إذا انكسرت لكم لعب ودمعي لا يفك خدودي. يا أيها الأطفال إني مثلكم طفل لأحلامي سقيت ورودي. هل عندكم حلوى؟ فإني لم أجد إلا رغيفا نصفه للدود. هل تضحكون وتلعبون؟ فإنني أقضي النهار بحيرتي وشرودي. يوما رأيت أبي يموت وجدتي تبكي وتحضنه بني وحيدي. ورأيت أمي عندما ذهبوا بها ترنو إلي بطهرها الموؤود. الكل من حولي يروع قلبه في والد وحليلة ووليدي. هذه هي الشيشان داري لم تعد داري التي ضمت أبي وجدودي. سحقت بيوت الأبرياء فأينها من روعة التصميم والتشييد. صارت بيوت الآمنين قبورهم جثث وأنقاض وألف فقيد. نادتني الأرض التي أغرقتها بمدامعي وعمرتها بسجودي. يا بسمة الطفل البريء جريرة أن تذبحي جزعا بعين حقودي. ما كنت يا أطفال أحسدكم على عيش بظل المغريات رغيدي. خلوا لكم في عيدكم ألعابكم فلدي ألعاب من البارود. أنا لم أعد طفلا فما يروي ظما قلبي سوى عيش كعيش أسودي. سأرد ثأر أبي وعزة أمتي أجني رؤوس الروس عند مصيدي. لا توقف التلفاز من ألعابكم فلربما تبدو دماء شهيدي. قد تشمئز نفوسكم من جثة تبدو عقيب الفاتنات الغيدي. لا أطلب الإشفاق من آبائكم فأنا لأعدائي أشد عنيدي. قالوا وحيد قلت ما ضل الهدى من عاش بالتوحيد غير وحيدي. قالوا طريد قلت في قاموسكم أو في سبيل الله اسم طريدي. ما كنت أحتمل الحياة بذلة كالصقر يكره عيشه بقيودي. لا للشيوعيين تلك شعارنا أو يخضع الآساد حكم قرودي. طفل وما أنا للطفولة إنني فقت الرجال بهمتي وصمودي. أنتقل إلى الأخ شاعر طالب. ننتقل الآن إلى الأستاذ الشاعر طالب الطالب لنحلق معه في سماء قصائده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أيها الإخوة الحضور جميعا،
شكر الله للجميع حضوره. أشكر لأخي المقدم ما تكلم به، وأدعو الله عز وجل أن يجعلنا خيرا مما يظن بنا الظانون، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون. أيها الأحبة، إنه لمن الظلم الظاهر أن يستمع مثل هذا الجمع المبارك إلى شاعر مثلي إن صحت التسمية، ومن الظلم أيضا أن يكون شريكي في هذه الأمسية هو أستاذي وصديقي الأخ محمد المقرن. أيها الأحبة، يكفي أن تعلموا أن هذه الأمسية هي أول أمسية أشارك فيها، وقد كان والله من دواعي حضوري أن أستمع للأستاذ محمد، ولم أكن أرغب في المشاركة لولا دعوة الإخوة. أيها الأحبة، هذه أبيات يسيرة كتبتها في وداع العام المنصرم قبل أيام. رحلت عنا ولم تسمع لحادينا، وسرت في مهل يا عام عشرينا. رحلت عنا ولم تبرح مواجعنا تدمي، وآلامنا كالجيش تأتينا. جراحنا في ربى الشيشان ترمقنا بنظرة، والعدا تغزو فلسطينا. ونحن نبكي على الدنيا ونحسبها تبقى لنا، وهي قد أودت بماضينا. فمن يرد بحد السيف من كفروا، ومن يعيد لنا أمجاد حطينا. يا عام عشرين، ما أحوال مسجدنا؟ غاب الإمام وما زاد المصلون، وأجدبت أرضنا من شر ما صنعت على مساحاتها والله أيدينا. نعد فيك على الشكوى ليالينا، ولم تزل تعزف الشكوى ليالينا. أيام حزنك قد سارت وفي يدها عبد العزيز بن باز، شيخنا دينا وناصر الدين. شيخ الشام قد قعدت به المنية ألا ينصر الدين. يا عام معذرة، هذه سجيتنا، نبكي على عامنا الماضي ويبكينا. حديث السنين، قصيدة شعرية في أحوال الأمة ومآسيها. أشعل الوجد قلبه وأذابه، وخطته السنون تعبر بابه. ورمته جميلة الحي سهما، فتنحى لينثني فأصابه. كان يهوى المقام لولا هواها، ويود الرحيل لولا الصبابه. ومضى يشتكي إلى البين عهدا عاش من قبل عذبه وعذابه. يتوارى عن العيون ويشكو، وينادي الطلول هل من إجابه. ويسح الدموع فوق ثراها، علها أن تزيل عنه مصابه. سار في زورق الحياة، فلما بلغ الشط لم يجد أصحابه. سأل البحر، أين يا بحر صحبي؟ لو درى البحر ما الهوى لأجابه. كان في سالف الزمان أميرا، شامخ الرأس ذا غنى ومهابه. يتحدى أن تمطر السحب أرضا لا ترى بين لابتيها ركابه. كان في سالف الزمان وكنا، كان في سالف الزمان وكنا أسد السلم بين وحش الغابة. ومضينا بذلك المجد حتى بدل الدهر بالأساء ثوابه. وإذا الناس أوغلوا في المعاصي، أوشك الله أن يصب عذابه. لا تقولوا قد أغرب الشعر، إني ليس من منهجي حديث الغرابة. فدعوا السيف بالمنابر يشدو، ودعوا للحراب فن الكتابة. نام أسلافنا ونمنا جميعا، وأرى النوم عند كل تشابه. فصحوا عن رؤى ترفرف عزا، وصحونا من نومنا عن جنابه. نام أسلافنا ونمنا جميعا، وأرى النوم عند كل تشابه.
فصحوا عن رؤى ترفرف عزا وصحونا من نومنا عن جنابه. صاحب المال عندنا لا يبالي وهو في ماله يعيد حسابه، وأخ الشعر مل دمع القوافي وانثنى في المجون يتلو كتابه، ودعاوى السفور قامت تنادي مزق الطهر مزق الطهر واستبيحوا حجابه. أيها الناس أيها الناس أيها الناس، والزمان غريب وصنوف البلاء تذكي اغترابه. وحدوا صفكم وسيروا بعزم وارقبوا النصر واطلبوا أسبابه. طال ليل الأسى وفي الأفق صبح قادم قادم، والطيور تحدو ركابه. أيها القادم العظيم أيها القادم الكريم أيها القادم العزيز، تمهل أشعل السهم واركب الدبابة، سر إلى قدسنا الجريح المعنى والتثم صخره وقبل ترابه. وتأمله قد ترى فيه وشما من بقايا الأمجاد يذكر طابه. ثم عرج على العراق وسلها كيف يا دار قد أتاك الصحابة. تلك يا صاح أرضنا لا تسلني كيف أمست، فلست أقوى الإجابة. قل لمن مل صبره وأقامت بين عينيه دمعة وكآبة، رحل المجد في الظلام وإنا نتحرى 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 مع الصباح إيابة. السلام عليكم. أحسنت لله درك فقد ملكت شغاف القلوب. ونعود للشاعر الأستاذ محمد المقرن. وإذا الناس أوغلوا في المعاصي أوشك الله أن يصب عذابه. طيب أبدأ ببيت شاعرنا طالب كمقدمة لقصيدة عنوانها عشاق. هذه قصيدة تحكي مآسيا مع عشاق لما تنتهي بعد. كتبت عن 4 عشاق أو أكثر، لكنني سأختار 4 وألقي لكم ما حصل لهم. العاشق الأول: يهوى وما أقسى الهوى، يحب والحب عذاب، ومرة رأى الجميلة التي بلا حجاب، فقال هذه صيدتي حبيبتي خلف الثياب، وطار خلفها كما يطير للأذى الذباب. حبيبتي تكلمي أهند أنت أم رباب، سيارتي إن شئتها هنا بساحة التراب، هيا تعالي فالهوى شب بخافقي وشاب. وجهك يا حبيبتي بدر بدا خلف السحاب، فمزق السحاب واطرحي لفافة النقاب، لم تلتفت لقوله وواجهته بانسحاب، لكنه أصر يا حبيبتي يكفي العذاب، شبابنا تدفق فلنتمتع بالشباب، أخرج الرقم فلم تأخذه فهو في ارتياب، تحجبت تحشمت بعد السفور والخراب، وبعدما تأمل وماذا دهاها أسرعت، ما لي أراها في اضطراب، وبعدما تأمل بعضهما وباقتراب، هذه أماني أخته وذلة الأخ المهاب. طيب العاشق الآخر: حقائب تجمعت لها يرفرف العلم، أعدها لرحلة تقلها يد النعم، رآه صاحب له فقال أين تعتزم، فقال راحل إلى معسكر يرعى الهمم،
فقال: طابت رحلة يا صاحبي، هذا العشم معسكر الجهاد سوف يوقف اليوم الألم، معسكر الجهاد سوف يرهب اليوم العجم، لنستعيد قدسنا نضمه إلى الحرم، سترهبون كافرا يظن أننا غنم. معسكر الجهاد سوف يوقف اليوم الألم، أخي إني راحل معكم لمبلغ الشمم، علي أنال معكم شهادة أو مغتنم، هيا إلى معسكر تحكي بعزه الأمم. وأحدق الآخر فيه: يا أخي يكفي الوهم، هذا معسكر للعبة، هذا معسكر لدورة بلعبة القدم. طيب، العاشق الثالث: بسكتة قلبية مات العشيق يا رجال، فقلت: ما الذي أصابه وكان كالجبال؟ فقيل: مات فرحة بالنصر إذ فاز الهلال. العاشق الرابع: مسافر إلى سياحة بها يجل النكد، يهوى الجمال في المغاني والغواني والزبد، اليوم راح وجاء في تابوته من بعد غد. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ما زلنا في المعاصي، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يبعدنا عنها. قصيدة عنوانها: إنسان وذو أنياب. ربما تعاظمنا بعض المعاصي وتصاغرنا بعضها، ولو تأملنا بينما تعاظمناه وما تصاغرناه لرأيناهما سواء، ولربما فاق ما تصاغرناه وما تعاظمناه. مما استشرى في الناس أو عند بعض الناس ونربأ أن يكون من الملتزمين من يقع في مثل ذلك، الغيبة، فتجد المجالس لا تحلو إلا بذكر فلان وفلان، لا تحلو إلا بالنيل من عرض فلان وفلان. فإذا كان كذلك فالأمر عظيم، وإذا كان كذلك فلا بد أن نوجه رسالة إلى أولئك. حسبي عليك الله يا مغتاب، الصدق يبرأ منك والآداب، يا آكلا لحم الكرام شراهة عجبا، أإنسان له أنياب؟ يا آكلا لحم الكرام شراهة عجبا، أإنسان له أنياب؟ شوهت نفسك بالكلام ونقله، فحسبت أنك بالكلام ذباب، يا من يشب النار في كلماته مثل الهشيم يشب فيه ثقاب. هو يدعي بذل النصيحة بينما هو بالفضيحة مفسد كذاب، في قلبه مرض حمان الله لا نبلى به بعض البلاء عقاب. يأتي لهذا ثم هذا، شغله في العالمين تنقص وسباب، لو كان ينطق بالرجاحة ما حكى عن غيره بالعيب، وهو معاب بتنقص في الناس يكمل نقصه، هذا لعمري في الحساب عجاب. ويلوك في العرض الشريف لسانه، وتشوه الأحساب والأنساب، ما كنت أحسب أنه قد مسها في ظنكم، هل يدنس المحراب؟ لكنني أستاء إن أصغى له سمع فصار بقوله يرتاب. يا قوم، طاهرة المقام لحومنا، لا تتركوه إذا حكى يرتاب، سدوا عليه الباب إن دخوله منه لجدران القلوب خراب. من رد عن أعراضنا ولحومنا فله بذاك عن الجحيم حجاب. ونهاية المغتاب
والمصغي له يوم القيامة حسرة وعذاب عذرا إذا احتد اللسان فظاظة عذرا إذا انتفض اللسان فظاظة أو طال مني في القصيد عتاب ناديت كي تبقى القلوب نقية ويدوم فينا الحب والأحباب نقل العيوب فضيحة لا ترتضى نقل العيوب فضيحة لا ترضى لا ترتضى من ذا الذي في الناس ليس يعاب فإذا رأيت العيب فاستره وخذ بهدى النصيحة ترتضى وتثاب. ولا فقدك محبوك ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أناسا بلا أنياب مشوهة. ننتقل مع الأستاذ طالب ليتحدثنا بما لديه. أشواق الرحيل سلي عني منادمة الطلول وقولي قد براك الهم قولي أعيد العذل لا تقفي لأني سكت فلست بالرجل الخجول أنا يا هند أرقني مصابي وسارت بي خطى الهم الثقيل أنام ولست أدري عن صباحي وأصبح لست أدري عن مقيلي وأبصر أمتي في كل حين لها وطن على وشك الرحيل أغار عدوها القاسي عليها وأثقل كهلها دأب الخمول فلم يرى سيف عزتها نظياً ولم يسمع بها لحن الصهيل وطال سباتها والناس يقضى ولم تحفظ حمى المجد الأثيل بكى قلمي على الماضي طويلا وضجت ذكرياتي بالعويل ولو أن القصائد طاوعتني ولم تمنع لظى الأحزان قيلي لصغت من القصائد ألف بيت أنوح بها على الماضي الجميل دنا يوم الرحيل وفي فؤادي إلى الجنات أشواق الرحيل عقدت العزم أن أمضي إليها مع الشهداء فانتظري وصولي. دموع المآذن أرى فيك عذب القصيد استقر وعنك القصيد يقول الدرر أريحانة العمر فيما العتاب وفيما الملام وفيما الضجر أجوب القفار طريد الليالي أسرح في القادمات النظر وميض النجوم يبث إلي لهيب أساه كذاك القمر وعيني تسح من الدمع نارا وقلبي من الهم يا أخت فر أقلب في الكون طرف الحزين وأبكي طويلاً طويلاً لتلك الصور أسائل دجلة بعد الفرات وأستفهم الهام والمنحدر حوادث قومي هي المعضلات ونفس الأبي هي المستقر بشاشان غيرتنا تستثار وبالقدس عزتنا تنتهر وكشمير تشكو دوي الحروب ولبنان صارت قفاراً مدر وصوت ببسنة نادى جريحاً يهز صداه قلوب البشر أيسجن طفلي ويقتل بعلي ويبقر بطني ليحشى الهرر فيا ويحكم أين منكم صلاح يعيد لدنياه ذكرى عمر وأنا تلفت شرقاً وغرباً رأيت من الجرح شتى الصور مصائب أعيت لسان الفصيح ومن سطر الشعر أو من نثر لو أن المآذن تبكي لناحت لو أن المآذن تبكي لناحت وردد رجع النواح الشجر وأسبلت السحب دمعاً سخيناً وصوت بالحزن وقع المطر فما ذنب شعب يكفكف دمعاً تظل مسائله للنظر لنا الشجب بعد السكوت الطويل وللغير حل القنا والسمر نهاب اليهود ونحن الأسود وهل هابت الأسد يوماً بقر فيا شعر
ألهب معاني القصيد، ويا شعر لوح بتلك الصور، وعرج على القدس مسر الحبيب، ورتل ببغداد آي السور. ويا شعر مه كيف تصفو الحياة وأفرادها يطلبون الكدر، سحاب المصائب أمطر حتى تباكى اليراع بها وانكسر. وإني وشعري رفيقين كانا، ومن ثم ناح القصيد وفر، فما عدت أكتب شعرا وإني لفذ رأى في السكوت الظفر. في وداع العام المنصرم، وقد كتبت قصيدة في وداع ليس في وداع، لأنها لا يستاهل الوداع. من المخزي ومن المبكي ومن المحزن ومن المؤلم، وقل ما شئت من عبارات الأسى والألم، أن نرى من أبناء جلدتنا ممن ينتمي إلى الإسلام من يطبل وراء صيحات النصارى، ووراء أعياد النصارى، ووراء سنين النصارى، ووراء أيام النصارى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قبل أشهر وأثناء ما كانت المساجد مرفوعة صداحة بالتراويح والتهجد والقيام، عندما كنا في أيام مباركة من شهر الله المبارك شهر رمضان، كانت هناك نفوس ضعيفة أغراها زيف فراحت تلهث وراءه. سمعنا عن الاحتفالات التي أقيمت في وداع عام 2000، وكيف وقع في بعض البلاد احتفالات وأفراح وتهاني بعام 2000، وسمعنا جلجلة وطنطنة عن مشكلات عام 2000 وعن 2000 وعن عام 2000 وعن القرن الجديد. فكتبت قصيدة وقفات مع قرنهم، إذا كنا نرى أن قرنا مضى فلا بد أن نتأمل بماذا مضى، إن كان قد مضى هل هو بما يسر بما يسر أم بما يحزن. تنزلا مع قرنهم نقول: مضى قرن كما تمضي الغمامة، وللقرن الجديد أرى ابتسامة، أيبتسم الزمان؟ فقلت هزءا بقومي عندما أتكوا حرامة. عجبت لثورة التقليد فينا، فما عدنا الغراب ولا الحمامة، ولو نطق الزمان لما نطقنا وهبنا من زواجره كلامه، على عتبات قرن قد وقفنا قزاما، ما لنا بالعز قامة. سمعنا باحتفال فاحتفلنا، ولم نخشى من الله انتقامه. وقفنا ضاحكين وقد نسينا دم الإسلام إذ فقد احترامه. أنضحك للذي ولى ومنا بجبهته من النكبات شامه؟ أنضحك ويلنا والعمر يمضي ليوم لا تفيد به الندامة؟ أنضحك والصبايا في حمانا تلملم بالأسى مزق الكرامة؟ أنضحك والصبايا في حمانا تلملم بالأسى مزق الكرامة؟ سلوا القرن المودع إذ تبدت ملامحه علينا بالجهامة،
لماذا لم تدع مجدا لقومي وكانوا قبل للأمجاد هامة؟ لنا جرح، لنا جرح من الآلام جار يوسع كلما رمنا التئامة. فقولوا أي شيء أسمعوني، أخاف لما أرى موت الشهامة. كليث كليث نحن حين نرى الملاهي وحين نرى المآسي كالنعامة. كليث نحن حين نرى الملاهي وحين نرى المآسي كالنعامة. خذوا من قرنهم درسا وخافوا إذا خفتم من الدهر انصرامة. إذا قيل السلامة فاستعدوا فبالإيمان والعزم السلامة. خذوا عبرا من الأيام تمضي وتعلي للعزيز بها مقامه. وأعجب من تعجبنا زمان رأينا في تتابعه انتظامه. فإن تكن الحضارة فيه رمزا فوهي بنائها أذنا هدامة. لإسرائيل حلم قد تبدى ووجه وجهه لربى تهامه. وأبدى منه أحلام النصارى ففي عود المسيح بدت علامة. لهم أحلامهم ولنا يقين كبدر هل فانتظروا تمامه. يطاوعنا الزمان بلا زمام، فكيف إذا تسلمنا زمامه؟ أرى ليل الغياهب مستبدا وأبصر طلعة الفجر انهزامه. دعوهم يفرحون اليوم لهوا فموعد حزنهم يوم القيامة.